يا محمد، انت شكلك عيل شبه امك، وهعمل لك ميوت عشان تفضل قاعد ساكت. اول اصل الراجل ما يغيرش من ست الا لو كان لابس كلوت احمر، ولو لابس كلوت احمر اعرف انه منسون بيدق. اللهم اهدنا صحيح، عشان ما فيش راجل بينفس من ست، ما بينفسنش من ست غير الست اللي زيها. فانت ونعم الستات، تاخد ولا اديك تاني؟ كفايه عليك يا شباب، محدش يتحرج بيه. لا 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 يا شباب، مش للدرجه دي يا شباب، اعتبروه توكو الشمال عادي يعني، مع اني عارفه ان ما عندكمش اخوات شمال، بس يعني اعتبروه. ايه اللي انت استفدته؟ اتهزقت مره، هزقتك ايه؟ عندي فطار، عندي لحمة وملوخية. هو فين ده؟ بلع ميوت بقى، قاعد زي فترة الجزمة القديمة يا حرام، مش عارف يكتب. دلوقتي هتلاقيه راح جاب ميل فيك ودخل بيه تاني برضه، ما هما ما وراهمش حاجة غير كده. السلام ورحمة الله وبركاته. ما ترديش علينا ليه؟ ما ترديش علينا ليه؟ انت لسه داخل بتقول سلام عليكم وردت عليك ازاي؟ ما بردش عليكم بقى. هو انتوا داخلين تتخانقوا معايا ولا ايه؟ هو انتوا بتتلككوا لي ولا ايه؟ لا اله الا الله. انتي ما بترديش علينا ليه؟ اح اح بجد. على فكره اي كلمه هقولها هتسبب لي ان انتوا ان الكلمه دي تفطرني، انتوا اللي شايلين ذنب فيها.